وحدات أمنية بأسلاكها المختلفة تجهزت لمهمة كلمة السر فيها أمن المواطن من أمن الوطن، والأهداف سوق الهجرة غير النظامية وكل من صدرت في حقه بطاقة التفتيش. انقسمت الوحدات حسب الخطة ليكون نصيبنا نرافق الوحدات المختصة للحرس الوطني وإدارة الاستعلامات، والحصيلة إحباط رحلات كانت على أهبة الإبحار بعشرات الأفارقة من جنوب الصحراء صغارا وكبارا نساء ورجالا. بالنسبة لإقليم الحرس الوطني ثم 88 مفتش عنه في إقليم الحرس الوطني بصفاقس، إضافة إلى كون تم إتلاف 10 قوارب حديدية، وكما كنت نحكي لك اللي كونوا ثم شاحنات، زوج شاحنات كبار كانوا فيهم مراكب حديدية وكانت مخلة لمجموعة من الأفارقة جنوب الصحراء اللي تم حجزهم، إضافة إلى ثم 10 قوارب اللي تم إتلافها حسب تعليمات النيابة العمومية على عين المكان، إضافة إلى السيارات اللي تم استعمالها والدراجات النارية. الحملة الأمنية شملت مناطق مختلفة من صفاقس وسطها وأطرافها، وخاصة تلك التي تنشط فيها عمليات الحرقة. الحملة الأمنية صارت في إقليم الأمن الوطني بصفاقس، دونك ثم صفاقس المدينة ثم صفاقس الشمالية وصفاقس الجنوبية، وثم كذلك بالنسبة لإقليم الحرس الوطني خاصة في منطقة جبنيانة والمساترية والعوابد، هذوما الأماكن اللي صارت فيهم المداهمات كونوا في البحر، تم اعتراض عملية تجهيز الحدود البحرية خلسة. المحطة الصباحية للوحدات الأمنية كانت قرقنة حيث تمت عملية إنزال جوي. الحملة الأمنية ما زالت متواصلة برا وجوا وبحرا، بما يؤمن السبل ويقطع الطريق عن خطوط الموت.